النقراشي باشا المفترى عليه اللي الإخوان حاولوا يشوهوا صورته، والدراما والسينما المصرية خذلت النقراشي باشا. النقراشي باشا محمود فهمي النقراشي في تقديري أعظم رئيس وزراء حكم هذا البلد، وأصدر أخطر القرارات المصرية في هذا البلد، وتنبه وتنبأ بأن الإخوان تجار الدين ورم سرطاني يجب استئصاله. أنا بفتح صفحات التاريخ علشان نتعلم، بفتح صفحات التاريخ علشان أرمم بعض من هذه الأخطاء، وبقول تاني دولة بحجم مصر تاريخها مشوه، تاريخها مزور، يجب أن نعيد قراءة التاريخ.